والله شعري ما حبش تسقم خلاص يا سيدي. اي خاطينا احنا الكيراتين وخاطينا احنا ندوش ونضربوا الشامبون ونجيو خارجين. انترو. عايم في بحر الغاز شط الندلة مليان بقلوب مليان شر والبر ماله امان. تتميز المعلمات في بلادنا باختلاف الاسامي والاشكال، ولكن دائما تلقى ان هناك صفات مشتركة بين هؤلاء المعلمين والمعلمات. وكما على بالكم باللي في بلادنا هناك انواع من المعلمين والمعلمات، تقريبا كل شخص واسلوب تاعو، كيف يقرب فيزياء يقرب طريقته، اللغه العربيه يقرب طريقته، والفرنسيه بطريقته. وكما على بالنا كامل باللي استاذ اللغه الفرنسيه او استاذ اللغه الفيزياء تنطبق عليه تلك الشخصيه المعروفه، كل واحد واش يسمي المعلم تاعو. يعني اعطيونا في التعليقات اسفل الفيديو وراكم تقراو دركا واش من بلاد، واش هو الاسم او ما هو الاسم الذي تطلقونه على اساتذتكم. في هذا الفيديو ساعطيكم خمس صفات للمعلمين الموجودين في المدرسة الجزائرية. نبدأ بأول معلمة وهي المعلمة المثالية. لابد من أنك في مرحلة دراستك قد تعرفت على المعلمة المثالية التي تعرف جيدا كيف تدير شؤون صفها ويعشقها جميع الطالبات. ومن أبرز صفاتها أنها تدرك كيف تجعل الصف ممتعا ومفيدا في الوقت عينه، وتعرف متى تكون حازمة ومتى تمزح. والمعلمة المثالية في نظري هي الأستاذة أو المعلمة الحقيقية في المدرسة، لأنها يعني فيها من كل الصفات، من الغضب، من المتعة، من الراحة، لأن هذا النوع من المعلمات يجعل الصف حقا يعني جيد وفيه الامبيونس وفيه الحماس وفيه الضحك، تجد أن الوقت يمر مع هذه المعلمة. المعلمة الحماسية، ومن منا لم يعشق معلمته التي تخلق الحماس ديك الامبيونس الاخر خلاص. نعم، هي تلك المعلمة التي تخلق من أبسط الدروس أو الصفوف لتجد شيئا يحمس طلابها على الدراسة، كما أن حماس لا يقتصر على المدرسة فقط، بل تنظم رحلات ونزهات مع تلاميذها. وهذا النوع من المعلمات تجد فيه الذكاء والليونة والممارسة الجيدة في مهنة التعليم، وتجدها دائما تحمس الطلاب على النجاح حتى وإن كنت شخصا فاشل. المعلمة الغاضبة، مهما كانت الظروف أو الدرس ستبقى غاضبة، لا تفرح لا تبتسم، ويثير غضبها أي تصرف قد ينتج من طلابها. إنها المعلمة الغاضبة، ورغم قساوتها إلا أنها تتمتع بقلب طيب وتعطي جميع العلامات المرتفعة. تقريبا تجدها يعني تلقاها بايرة ولا ما تزوجتش ولا ما عندهاش مع من تحكي ولا ما عندهاش مع من تهضر، تلقاها في حياتها الاجتماعية دائما قلقانة، تلقاها في علاقاتها دائما مزيرة روحها، دائما مقلقة، وتلقاها قلبها بيض ولكن حياتها تكون تعيسة، ولا حياتها العلاقات الخاصة تكون تعيسة، لذلك تجدها تصب جام غضبها في التعليم. المعلمة الحساسة، من الجميل أن تشعري أن معلمتك تشعر بما تشعرين به، ولكن بحدود. لابد أنك صادفت أيام الدراسة المعلمة الحساسة التي تبكي مع كل طالب وتتأثر بكل قصة، كما أنها تعشق التفاصيل وتريد معرفة كل ما يدور حول أي خبر أو حدث. يعني هي معلمة تاعت قرائج، تلقاها حساسة بزاف، تلقاها اللي تبكي، تلقى أي شخص يأذيها بكلمة تلقاها تخرج ولا تقعد في بلاصتها. وهذا النوع من المعلمات حساسين لدرجة كبيرة، وهي طبعا رقيقة كفاية لتبقى إلى جانبك وتدعمك في أي مشكلة ستواجهينها. المعلمة التي تعرف كل شيء، هل نلت يوما علامة 19.5/20؟ إذا كنت طبعا تلميذة المعلمة التي تدرك كل شيء، إنها المعلمة التي ترفض أن تعترف بذكاء طلابها، وتريد دائما أن تظهر أنها تعرف كل شيء، وترفض أن ينال أحدهم 20/20، ولا ترضى أن تمر نهاية الأسبوع دون واجبات للمنزل. وهذا النوع من المعلمات يرى في نفسه شخص يعني متكبر، أو شخص يعلم أو يفهم على الجميع، وهو من الطبقة التي تقول بأن الأستاذ هو الأستاذ والتلميذ يبقى تلميذ حتى وإن كان أينشتاين. على بالي بلي كانت فكرتوا المعلمات تاعكم في الابتدائي في المتوسطة والثانوية أعطيونا المعلم تفكرتوا بالبزاف وعندك ذكريات معه قوية، ولا ضربك، ولا شدتوا بلي هذاك أستاذ مميز. أتفكروا بتعليق، ولا تفكروا بجاست، ولا بحاجة أسفل هذا الفيديو، كرموا بتعليق ممتاز، ولا دلوا عرف به يعني باش نعرفوا أكثر هذا الأستاذ اللي انت قريت عنده وشفتوا بلي أستاذ مختلف. أعطينا بعض الصفات تاعو باش نبارطاجيوها كاملين. وما تنساوش قبل ما تروحوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وضغطوا لايكات وبارطاجيوا الفيديو ليصل لمعلمتك أو لمعلمك باش يعطيك تريحة. سلام.